بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جوابه على ما ذكر أحد المستفتين عن الرافضة، حيث قال: وأما ما ذكر المستفتي أنهم يؤمنون بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهذا عين الكذب، بل كفروا مما جاء به بما لا يحصيه إلا الله، فتارة يكذبون بالنصوص الثابتة عنه، وتارة يكذبون بمعاني التنزيل، تارة يكذبون الأحاديث الصحيحة الثابتة، وتارة يكذبون معاني القرآن. وما ذكرناه وما لم نذكره من مخازيهم يعلم كل أحد أنه مخالف لما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ذكر عدم إيمانهم بما ورد في الكتاب من الثناء على الصحابة والرضوان عليهم والاستغفار لهم، وذكر موالاة المؤمنين ومودتهم ومؤاخاتهم والإصلاح بينهم والنهي عن موالاة الكفار وهم في كل ذلك مخالفون، وذكر تحريم الدماء والأموال والأعراض والغيبة والهمز واللمز وهم من أعظم الناس وقوعا في ذلك واستحلالا له، لكن بنوع تأويل كما نعلم. قال: وقد ذكر في كتابه من أسمائه وصفاته ما هم كافرون به، لأن معظم الرافضة من المعتزلة في العقيدة يوافقون المعتزلة في معتقداتهم في نفي صفات الله سبحانه وتعالى وتأويل وتحريف معاني أسمائه الحسنى عز وجل، لذلك قالهم به كافرون، فهم يعتقدون أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، يعتقدون أن الله عز وجل لا يوصف بالسمع والبصر والقدرة، بل ينكرون كل الصفات، ولا بالكلام، إنما يثبتون أسماء بلا معاني، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. أرحم الله. قال: وذكر في كتابه من قصص الأنبياء والنهي عن الاستغفار للمشركين ما هم كافرون به، يقصد بذلك أنهم يعظمون من المشركين من يعظمون أمر أبي طالب ويعظمون أمر بعض رؤوس الكفر من المجوس، ويتمدحون لهم ويترضون عن أبي لؤلؤة قاتل عمر رضي الله عنه وهو مجوسي، ويعلمون أنه مجوسي. قال: وذكر في كتابه أنه على كل شيء قدير، وأنه خالق كل شيء، وأنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما هم كافرون به، لأنهم مقدرية في القضاء والقدر. الرافضة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية عامتهم في القضاء والقدر، نفاة للقدر، يوافقون قول المعتزلة في القضاء والقدر. فذكر في كتابه سبحانه أنه على كل شيء قدير، وهذا يشمل أفعال العباد الاختيارية والاضطرارية، وهم ينكرون قدرته على أفعال العباد الاختيارية، وأنه خالق كل شيء، هو خالق أفعال العباد، والنفاة نفاة القدر، منهم الرافضة ينكرون أن الله خالق أفعال العباد، وأنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهم ينكرون مشيئة الله، لأن القدرية النفاة غاية أمرهم أن يثبتوا علم الله وكتابة المقادير، وأن
ينفون أثر ينفون أن القدرة الإلهية والمشيئة الإلهية لها تعلق بأفعال العباد الاختيارية، فهم لا يثبتون أن ما شاء الله كان، يقولون هذا في الذوات أو في الأفعال الاضطرارية، أما أفعال العباد الاختيارية فليس لها تعلق بالمشيئة عندهم، فهذا مناف لأنه ما شاء الله كان. يقول: ولا تحتمل الفتوى إلا الإشارة المختصرة. ذكر في هذه الإشارة المختصرة مخالفة الرافضة للإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره في أصول الإيمان كلها. هل يعني ذلك أنه يكفرهم كفرا بالعموم يخرجه من الملة؟ هو رحمه الله وقد ذكر كما مرت بنا أجزاء من الفتوى أن أقوالهم واعتقاداتهم هي اعتقادات كفر وشرك وضلال، لكن المعين لابد أن تقام عليه الحجة، تستوفى الشروط وتنتفى الموانع، وهذا بينه في مواطن أخرى من كتابه هذا وغيره. يقول: ومعلوم قطعا أن إيمان الخوارج بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من إيمانهم. من الخوارج الذين حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أسوأ منهم في كل الأمور. فإذا كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد قتلهم ونهب عسكره ما في عسكرهم من الكراع والسلاح والأموال، يعني أخذوا السلاح والخيل والأموال. هذا النقل من شيخ الإسلام من أن عسكر علي نهبوا ما في عسكر الخوارج مختلف فيه. إن ابن كثير رحمه الله قد نقل في البداية النهاية خبرين في ذلك مختلفين. المسند منهما أن عليا لم يخمس شيئا من أموال الخوارج، والخبر الثاني أنه خمس ذلك، وهو الذي يعتمد عليه شيخ الإسلام وهو منقطع. فالصحيح أن عليا رضي الله عنه لم يغنم أموال الخوارج، كما لم يغنم باتفاق أموال أهل الجمل والصفين، فإن أموال البغاة الذين ما زالوا على الإسلام معصومة بأصل الشرع، وإنما حل قتالهم ولم يحل أخذ أموالهم. فالبغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائغ لا يحل أخذ أموالهم، هم ضمن المؤمنين، وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. الطائفة التي خرجت على الإمام وقاتلته بتأويل سائر لا تزال عصمتها ثابتة إلا فيما أتى به الدليل من إباحة قتالهم أو استحباب أو الأمر بقتالهم، لأنهم خرجوا على الإمام العدل. أما سبي النساء وغنيمة الأموال فباتفاق في أهل البغي لا يجوز فعل ذلك بهم. أما قتال مانع الزكاة والخوارج، وقد ذكر شيخ الإسلام ومر بنا مرات في هذه الفتوى وغيرها أنه يؤصل قتال التتار وكل طائفة ممتنعة عليه، فقد اختلف فيهم بناء على ما ثبت أو ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم، والذي نقل مسندا عن علي كما ذكرنا أنه لم يخمس شيئا، وهذا هو الأصل. وعلي رضي الله عنه معاملته في الخوارج
تدل على أنه لم يكن يكفرهم بالعموم. وعندما ضربه ابن ملجم لم يبادر إلى قتله أو لم يأمر بقتله وهو في الاحتضار، بل وعندما قتل الخوارج في الوقعات التي قتلها وقتلهم فيها، من بقي منهم فرقهم في قبائلهم، ولو كانوا مرتدين لما فعل بهم ذلك، بل بادر إلى قتلهم واحدا واحدا كما فعل مع السبعية الذين حرقهم بالنار لما قالوا بأنه هو الله. سيرته في الخوارج تتفق في أصولها مع عدم غنيمة الأموال، لكنه لما يعني صحح أن علي نهب عسكره عسكر الخوارج قال بأن كل ما أخذ من الطائفة الممتنعة يخمس كالغنائم. وهذا فيه نظر كما ذكرنا، الإسناد منقطع والإسناد الآخر يخالفه، وهو أليق بالقواعد، لأن جمهور أهل السنة لا يكفرون الخوارج كفرا ناقلا عن الملة بأعيانهم، وأكثر العلماء يجعلون قتال الخوارج ضمن قتال أهل البغي، والذي لا نشك فيه أنه نوع ثالث ليس كقتال الكفار ولا كقتال البغاة، لكنه نوع ثالث. يبقى هذا النوع الثالث، ما هي أحكامه؟ هل يجوز يعني أن يعمهم بالقتل، يرميهم بمنجنيق؟ لأن هذا لا يجوز في أهل البغي. لماذا؟ لأن فيه من النساء والأطفال من لا يستحق القتل ولا القتال، ولذلك لا يشرع أن يرموا بما يعم إتلافه. في البغاء لا تغنم أموالهم، لا تسبى نساؤهم وضرريهم إجماعا. الكفار ليسوا كذلك، الكفار يجوز تعميمهم، رميهم بما يعم إتلافه، تغنم أموالهم، تسبى ضرريهم ونساؤهم، الأموال المغنومة تخمس وهكذا. فهناك جملة من الأحكام يفترق فيها قتال أهل القبلة عن قتال الكفار. الغرض المقصود أن الجزء الذي اختلف فيه هو في تغنيم غنيمة الأموال للخوارج ومانع الزكاة والطائفة الممتنعة كالتتار، وجمهور العلماء يقولون بأنها أموالهم معصومة، ولا أعلم أحدا سوى من كفرهم بالأعيان يقول بسبي النساء والذرار. وقد كان الخوارج على عهد علي رضي الله عنه لا شك فيه نساء وذرار، ولم يروى قط عن علي رضي الله عنه أنه سبى أحدا من النساء والذرار. لذلك نقول أن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام اعتمد فيه على ما ورد في كتب السير منقطع الإسناد، عن أن عسكر علي نهب عسكر الخوارج وأخذوا ما فيه. وكما ذكرنا هناك نقل آخر وهو أليق بقواعد الأصول، ويتفق مع أنه لم ينقل قط أنه سبى أحدا من هؤلاء، سبى الذراري والنساء يعني، ومن عاش منهم فرق بينهم ولم يمكن من يمكنهم الاجتماع، ولو كانوا مرتدين اختلف الحال. يقول: فإذا كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد قتلهم ونهب عسكره ما في عسكرهم من الكراع والسلاح والأموال، فهؤلاء أولى أن يقاتلوا وتؤخذ أموالهم كما أخذ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أموال الخوارج. يقول: هذا فيه ما ذكرنا من النظر. قال: ومن اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائر،
كقتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأهل الجمل وصفين، فهو غالط جاهل بحقيقة شريعة الإسلام وتخصيصه هؤلاء الخارجين عنها. شدد شيخ الإسلام في هذه المسألة تشديدا مبالغا فيه، حيث أن المسألة فيها اجتهاد بين أهل العلم، قوله فيها هو الصواب، قول شيخ الإسلام هو الصحيح، ولكن تبقى المسألة فيها منازعة ووجهين لأهل العلم. ولم يزل العلماء من أتباع المذاهب ينقلون الخلاف في قتال الخوارج، هل يقاتلون كالكفار أو كالبغاة. وكلام شيخ الإسلام كلام قوي من جهة تفريق علي رضي الله عنه لقتال الخوارج عن قتال أهل الجمل وصفين. يقول: فإن هؤلاء لوساس البلاد التي يغلبون عليها بشريعة الإسلام، كانوا ملوكا كسائر الملوك، وإنما هم خارجون عن نفس شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، شرا من خوارج من خروج الخوارج الحرورية، وليس لهم تأويل سائر. شرط الحكم على طائفة ما بأنها من أهل البغي أن يكون لهم تأويل سائر حتى يفارقوا في صفة قتالهم قطاع الطرق. قطاع الطرق يقطعون الطريق ويقاتلون من يخالف، يعني من لا يستجيب لطلباتهم. هل يقال هؤلاء بغاة؟ أحكام البغاة تنطبق عليهم؟ نقول لا، هؤلاء قطاع طرق يقاتلون كقطاع طرق. لماذا؟ لأنهم ليس لهم تأويل سائغ، لأنهم يخرجون لأخذ الأموال غصبا، قتل النفوس وانتهاك الفروج أحيانا وهكذا. أما الخارج بتأويل سائغ فكأهل الجمل، أن علي رضي الله عنه كان في عسكره من قتلة عثمان من لم يقتص منهم عليه، فكان هذا تأويلا رغم أنه غير صحيح، إلا أنه سائر فيه أمر اجتهادي ترتب عليه أن بقي هناك يعني شبهة تمنع من أن يطلق على هؤلاء. أنهم كقطاع الطرق، التأويل السائغ يمنع أن يعملوا كقطاع الطرق، شرط أن يكونوا بغاة أن يكون هناك تأويل سائغ. هو يقول ليس لهؤلاء الرافضة تأويل سائغ، فإن التأويل السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه جواب، كتأويل العلماء المتنازعين في موارد الاجتهاد، وهؤلاء ليس لهم ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. البغاة شهداء؟ لا، البغاة ليس شهداء، ولكن قد يقتل إنسان منصرفا من المعركة ظلما فيكون شهيدا كطلحة والزبير. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن من أحكام قتال البغاة أنه لا يجهز على جريح ولا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير. إذا ترك أحد منهم المعركة لم يتبع، قد ترك طلحة والزبير المعركة وانصرف فتبعهما من ليس له أن يتبعهما، من ليس له أن يتبعهما، وقتلهما ظلما وعدوانا بعد أن ترك القتال. والغرض من قتال الطائفة الباغية منعها من الإيه؟ من القتال، من الخروج، من الامتناع، وهذا قد ترك المعركة وانصرف فليس له أن يقتل. ولذلك عد طلحة والزبير من الشهداء رغم أنهم كانوا في فئة باغية،
ولا يقال عن كل الطائفة الباغية أنها أنه من الشهداء. أما إذا قتل البغاة أهل الحق فمن قتله فهو شهيد. ووردت الأحاديث في يعني وردت الأدلة في قتال البغاة وهو أمر الله عز وجل، قال فقاتلوا التي تبغي، فمن فعل ما أمره الله عز وجل به فمات فهو قد مات في قتل في سبيل الله. يقول فإن التأويل السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه جواب. متشكك في وجود تصحيف في هذه الجملة إذا لم يكن فيه جواب، وإن كان المعنى المحتمل فيها يعني يقر صاحبه طالما لم يكن هناك جواب قاطع على هذا التأويل. يقول كتأويل العلماء المتنازعين في موارد الاجتهاد، وهؤلاء ليس لهم ذلك، ليس لهم اجتهاد بالكتاب والسنة والإجماع، وليس لهم تأويل سائغ من هذا النوع. يقول لكن لهم تأويل من جنس تأويل مانع الزكاة والخوارج واليهود والنصارى، وتأويلهم شر تأويلات أهل الأهواء. يعني هم كل اليهود والنصارى معتقدين أنهم على باطل، لا ده في ناس معتقدة أن هي إيه؟ على الحق وتتأول ويقول ده معنى النصوص كذا. ونحن حتى منهم من لو صدق النبي صلى الله عليه وسلم يتأول أنه ليس يلزمه اتباعه. تأويلات اليهود والنصارى لا تعفيه من الكفر بإجماع المسلمين. أما تأويلات مانع الزكاة والخوارج فهي عند جماهير أهل العلم مانعة من تكفيرهم، وإن لم تمنع من قتالهم وعقوبتهم في الدنيا والآخرة. لأن التأويل على درجات، التأويل المخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، تأويل مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة يكون صاحبه كافرا، والتأويل المخالف للإجماع المقطوع به لكنه ليس معلوما من الدين بالضرورة فهذا يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا والآخرة بتقصيره فيما لزمه من طلب العلم وسؤال العلماء والرجوع إلى الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، لكن يمنع من تكفير المعين قبل استتابته وإقامة الحجة. ولا يلزم أن يكون التأويل مقطوع، يعني لا يلزم من كونه مقطوعا ببطلانه أن يكون معلوم الدين بالضرورة. قد قسم الخطابي رحمه الله من يعني الأمور التي يعني يعلمها الناس إلى أمور انتشر علمها بين الخاصة والعامة وهذه مخالفها يكفر، وبين أمور أجمع العلماء عليها ولكن طريق علمها علم الخاصة يعني العلماء، كما أن الجدة ترث السدس ونحو ذلك، وأنه لا يجمع بين الأختين، وهو اعتبرها كذلك أن هذه ليست معلومة دين بالضرورة، لم تنتشر علمها بنفس الدرجة، فهذا لا يكفر فيه المخالف حتى تقام عليه الحجة. وأما النوع الآخر فليس فيه إجماع، وإنما هو من جنس تأويلات العلماء المتنازعين في موارد الاجتهاد، فهذا لا يضلل ولا يفسق ولا يبدع فيه أحد. نعم، أهل كفر. احنا عمين نتكلم في الموضوع ده من ساعتها.
هل حقيقة أن الرافضة الشيعة عقائدهم عقائد كفر ولكن المعين منهم لا يكفر حتى تقام عليه الحجة حتى تستوفى الشروط في المعين؟ تأويلاتهم من جنس تأويلات مانع الزكاة والخوارج وتأويلات اليهود والنصارى في بعض الأمور، إنهم أصلا من الرافضة دول منهم غلاة يتأولون تأويلات مخالفة لمنهج دين. يعني إيه الكلام ده؟ تأويل من يتأول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة على ذكر أسماء أئمة أهل البيت يبقى كده صلى، وإيتاء الزكاة تطهير الألسنة والقلوب في محبة أهل البيت يبقى مفيش زكاة. والصلاة والزكاة معلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة. الزنا عندهم هو إفشاء سر الطائفة، إدخال خبر الطائفة بتاعتهم إلى واحد ليس منها، مش إدخال فرج في فرج. طب دي تأويلات إيه بقى دي؟ مع مخالفة للإيه؟ ده بالضبط دول الغلاة، دول غلاة الرافضة اللي بيتأولوا نصوص لا 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 صلاة ولا صوم ولا زكاة. الصوم الإمساك عن سر الطائفة، الطوائف دي مخالفة للمعلومة للدين بالضرورة. من المعلوم من الدين بالضرورة عند أهل الإسلام أن لا إله إلا الله وأن الله ليس هو شخص بعينه. فلما يجي واحد ويقول إن لا إله إلا الله صح، نقول لا إله إلا الله بس الإله ده هو الحاكم بأمر الله. اللي هم مين دول؟ الدروز. أو يقول هو علي بن أبي طالب السبعية ونصيرية. فدول مخالفين للمعلوم من الدين بالضرورة، تأويلاتهم تأويلات باطلة. هم العلويين بشروا أمثال. نعم، دول من الطوائف المخالفة للمعلومة للدين، دول كفرة له عن وعينا. تأويلاتهم من جنس تأويلات اليهود والنصارى، لا بقى شر منهم ولا دول أسوأ من اليهود. على مين؟ بنقول النوع الثاني من التأويلات مما اللي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الثناء على الصحابة رضي الله عنهم. هم بيقولوا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوك تحت الشجرة لما كانوا كده وبعدين ارتدوا بعد كده. إقامة الحجة دي بتبقى يعني على كل شخص بعينه، ما يحكمش بإقامة الحجة على طائفة عموما إلا إذا كان الأمر قد انتشر العلم به بين الناس وانتشر العلم في هؤلاء القوم، عشان نقول الحجة قد قامت. إيه؟ مفيش حاجة اسمها الوسائل المعاصرة، لأن حكم دلوقتي على شخص أو على طائفة لازم يكون الأمر متأكد أنه العلم قد انتشر. فأما تأويل هو أي واحد لبس علم بقى عالم خلاص يبقى قامت عليه الحجة. ايوه العلماء دول جهال، يعني التفرقه بين العالم عندهم والجاهل ده ليس له اصل في ادله الشرع. المقصود انه الذي علم الادله واعرض عنها هو ده الذي قامت عليه ليه الحجه. ده ينطبق على العالم اللي فيهم، والا في علماءهم جهال. اللي اي واحد بقى أقام عليه الحجة عالم مجتهد أو ذو سلطان يبقى قامت عليه الحجة. لكن يبقى الأمر على فكرة، الشيعة عاشوا في وسط أهل السنة قرون طويلة، وكان يعني في أيام أهل العلم عبر الزمان. وأديكوا شفتوا في زمن شيخ الإسلام واحد بيستفتيه ويقول له إيه؟ بيقول له وهم يؤمنون بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كده. هذه الفتوى عمن يزعمون أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر واعتقدون أن الإمام الحق بعد رسول الله هو علي بن أبي طالب وأن رسول نص على إمامته وأن الصحابة ظلموه ومنعوه أنهم كفروا بذلك. يؤمنون بكل ما جاء به يعتقد كده، والناس دي بتصلي وتصوم وتحج وبتؤدي الزكاة على طريقتهم على مذهبهم،
ومشايخ كثيرون يعتبرون مذهبهم مذهبا سائغا. يقول لك المذاهب الثمانية مش الأربعة دخلوا فيها إيه؟ مذهب الإباضية والزيدية والإثنى عشرية. طبعا مذهب الخامس هو مذهب الظاهرية دخلوه مع مذاهب أهل السنة. ومن مذهب أهل السنة عدا في إنكار القياس. لكن القضية إن بالنسبة للرافضة هم عند جمهور أهل العلم من فرق الأمة، لكن توجد طائفة من أهل السنة الذين كفروا الخوارج بالعموم كفروا الرافضة كذلك، لكن هؤلاء قلة. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفير الخوارج، مع إن الخوارج اعتقاداتهم اعتقادات إيه؟ فيها كفر. وكذلك الرافضة شر من الخوارج، اعتقاداتهم فيها كفر، ولكن هم ضمن فرق الأمة عند جمهور العلماء. الخوارج إيه؟ الإباضية أحد فرق الخوارج. وأظن الناس النهاردة يعني تستبعد تكفيرا اللي هي الإباضية، هم يعني بس بتكلم من الخلاف فيهم زي الخلاف في الرافضة. ولو شفتوا الفتوى اللي بين إيدينا دي سمعتوها وانتبهتم لها لعلمتم ان ابن تيمية بيبني دائما الكلام على ان دول هم من جنس الايه؟ الخوارج، بل شر منهم، ويبني عليهم الاحكام وقتالهم قتال الخوارج ومانع الزكاة. وكلام الامام الخطابي في عدم تكفير مانع الزكاة كلام واضح جدا. مانع الزكاة في عهد ابي بكر لوجود تأويل، التأويل ده صحيح ليس تأويلا سائغا يجعلهم كالبغاة، ولكنه تأويل يمنع من التكفير. التأويل إذن على درجات، في تأويل يخالف المعلوم من الدين بالضرورة، وضربنا أمثلة له زي تأويل الغلاه من الرافضة والغلاه من الإباحية والغلاه من أو الحلولية والاتحادية الذين يتأولون نصوص القرآن المعلوم أنها يعني معلومة الدين بالضرورة عند كل المسلمين لا تخالف ما يقولون من الصلاة، وجوب الصلاة الخمس، وتحريم الزنا، وتحريم الخمر، وتحريم نكاح ذوات المحارم، وجوب الزكاة ونحو ذلك. طيب نوع تاني من ده اللي يتأول هذا التأويل لا اعتبار بتأويله، تأويل وده تأويل من جنس تأويل اليهود والنصارى والمشركين وعباد الأوثان، كل منهم له تأويل لا يعتبر ولا يعتد به. نوع تاني من التأويل ليس مخالفا للمعلوم الدين بالضرورة، لكنه مخالف للمقطوع به من دين الإسلام عند أهل العلم. أهل العلم يقطعون بأن هذا باطل، ولكن لم ينتشر علمه في العامة، عامة المسلمين ما بقاش اسم معلوم من الدين بالضرورة. يعني إيه بالضرورة؟ بدون بحث. انتشر الأمر به عند كل الناس، وبالتالي فهذا التأويل يمنع من التكفير ولا يمنع من العقوبة في الدنيا والآخرة. هناك تأويل سائغ من جنس تأويل العلماء المختلفين في مسائل الاجتهاد، وهذا شرط في عد الطائفة الخارجة على الإمام طائفة باغية، وهذا التأويل السائغ يمنع من التفسيق والتبديع ولا يمنع من القتال إذا كانوا طائفة باغية، ولكن لهم أخف أنواع العقوبات. بمجرد انتهاء بغيهم تتوقف العقوبة، ولذلك لا يجهز على جريح، لا يتبع مدبر، لا يغنم مال، لا تؤسر نساء، لا تسبى نساء ولا ذرية، لا يعمم، لا يجوز تعميمهم بما عم إتلافه، ضربهم بما عم إتلافه، وينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل، ما جمعوه من الزكوات وأقاموه من الحدود يعتبر قائما، يعتبر قد قام به الإمام العدل، وهكذا. ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم الإصلاح معهم ولو كان بنوع ضيم على أهل العدل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ما قالش كده عن الخوارج. الخوارج قال: طوبى لمن قتلهم
وطوبى لمن قتله. مش كده؟ الخوارج مدح قتلهم وأثنى على من قاتلهم، ولكن هل هؤلاء يعدون خارج الملة كالمرتدين؟ لا. يبقى هذه ثلاث أنواع من التأويلات كل له حكمه بناء على إيه كلام التفريق ده؟ بناء على انتشار العلم بالمسألة بين المسلمين ونوع الخلاف فيها. فالمخالف للمعلوم من الدين بالضرورة لا اعتبار به، المخالف للقطع غير المعلوم من الدين بالضرورة يستحق العقوبة ويضلل ويبدع وهم في النار يوم القيامة، لكن لا يلزم أن يخلدوا فيها ولا يحكم عليهم بالردة، يعاقبوا بالقتال، وعند الجمهور قتالهم من جنس قتال الكفار، ولكن لا يغنم لهم مال على الراجح، ولا يكاد يوجد من يقول تسبى لهم نساء وذويه، بل لا أعلم أحدا من أهل العلم يقول ذلك إلا من حكم بردتهم من أهل الحديث الذين قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفير خارج. بس المسألة موجودة، لكن البغاة لا يوجد من يكفرهم، بل لا يفسقون بمجرد البغي، خرجوا على الإمام وقاتلوه ولا يفسقون، لأن معاوية بن أبي سفيان يقول عليه رضي الله عنهم، طلحة والزبير وعائشة بن عليهم إيه رضي الله عنهم، حد يرد يتكلم عليهم يبقى مبتدع ضال، مع أنهم بغاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا فئة بغية، من عمرو بن العاص رضي الله عنه. النوع الثاني من التأويل المخالف للقطعي غير المعلوم من الدين بالضرورة إذا أقيمت عليه الحجة يكفر. ما هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه رغم مناظرة الخوارج رأى أن هناك من الشبهة ما تمنع من تكفيرهم، لأن الأمر ده فيه اجتهاد، بخلاف السبائية الذين ألهوه لم يرى لهم شبهة، وأرسل علي رضي الله عنه ابن عباس للخوارج وناظرهم ورجع كثير منهم ولم يرجع الكثيرون، وظل علي يرى أن لهم ما يمنع من تكفيرهم، ولذلك قال لكم علينا ألا نمنعكم مساجدنا وأن تشاركون في الفيء ما قتلتم معنا، وأن يعني لا نقاتلكم حتى تسفيكوا دم الخرم، رضي الله عنه قال لهم أشياء معينة تدل أنه لم يكن يحكم عليهم بالإيه بالكفر. ولما قتلهم وقتلهم اللي فضل منهم بقية قليلة فرقهم في قبائلهم ومنع من اجتماعهم، لدليل أنه ما لم يعملهم عملة ليه كفر. والشيخ الإسلام ينص على ذلك في مرة ثانية. نعم. لا، رواية عن مالك في تكفير الخوارج، لكن الراجح في مذهبه المسألة تكفير الخوارج، تكفير الرافضة موجود عند الشافعية والمالكية والحنابلة، ولكن الراجح في المذاهب الأربعة عدم التكفير. يا راجل عائشة رضي الله عنها رضي الله تعالى عنها كانت تحث الناس على القتال في وقعة الجمل، هذا لا شك فيه، أيوة أصل الخروج كان للصلح، لكن الواقع وقعت وظلت تحث الناس على القتال. لكن هؤلاء المتفقهة لم يجدوا تحقيق هذه المسائل في مختصراتهم. الإمام البخاري رحمه الله ذكر قتال الخوارج في غير باب قتال البغاة، لكن المسألة موجودة عند الكثيرين من المتفقهة وأتباع المذاهب في قتال أهل البغي قتال الخوارج موجودة، ولذلك المسألة فيها اجتهاد. والشيخ الإسلام لما قال غالط جاهل بحقيقة شريعة الإسلام كان فيه تشديد، لأن المسألة نعم قوله فيها هو الصحيح ولكن فيها اجتهاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.